لكن فيما يخص المقارنة بقى بين الكابتن فاروق والكابتن محمود الخطيب، لأنه أنا بقول لكم كابتن فاروق كابتن عشان فاروق عشان هو خدت أحسن لاعب ثمان مرات. فيما يخص بقى المقارنة بين الاثنين، والكل كل النجوم دول ليهم كل التحية والتقدير للموهبة الفذة اللي كانوا فيها، لأنه الأجيال دي اتظلمت. الأجيال دي لو كانت جت مع بعضها كل واحد منهم مع بعض في فترة غريبة جدا، كل واحد منهم يشيل جيل بالظبط، في خصوبة عالية جدا في المواهب النادرة، ما جاتش حاجة كده وفي نفس الوقت في عشوائية في الإدارة، في ظلم كتير جدا في أوضاع الكرة المصرية، في ظروف عامة محيطة أثرت كتير جدا. لو الناس دي لقت منظومة احترافية قوية زي ما هو حاصل دلوقتي، لا لما موجودين من دول راحت بعيد قوي. بقول لك كنت هتلاقي اكتر من لاعب بيكسر الدنيا بره. بقول لك الكابتن علي ابو جريشه ده نظام في كره القدم. حمدي نوح صحيح يا اخوانا، احنا هنقعد نفتكر حمدي نوح، مسعد نور، اسامه خليل، ما يعني انا مش عارف افتكر انا ما بحصرش. انا بقول لك اللعيبه الموهوبه جدا يعني اللي جت تاريخ مصر. لكن ما يخص على انتاج الناس دي ده، كابتن فاروق جعفر قال لك انا ما يفيد يعني انا اللي كنت متسيد، انت كنت ملك النص وحاجه جميله جدا، بس بالمناسبه في عصرك يا كابتن فاروق بالظبط انت اخذت نص بطولات محمود الخطيب مع الاهلي. كابتن الخطيب حقق مع الاهلي كلاعب 20 بطوله، بالمناسبه كان قدامهم لو بالظرف الحالي فرصه 20 بطوله اخرى، لانه لما ياخد 10 دوري ما كانش فيه كاس السوبر. لو كان فيه كاس السوبر كان الاهلي هيلعب مباراه السوبر المحليه، وبطل الدوري بتبقى فرصه افضل نسبيا في ان هو بيكسب بطوله السوبر. كابتن خطيب ال 20 بطوله 10 دوري، 5 كاس مصر، 5 كاس افريقيا. الخمسه كاس افريقيا كان قدامهم المفروض بالمعيار الحالي 5 سوبر لو كانت بطوله السوبر موجوده. يعني بقول لكم الرقم نفسه كان قابل انه يتضاعف لو بمنظور اليومين دول. العشرة دوري وخمسة كاس كان هيبقى فيه بطولات سوبر محلية عليهم. الخمس بطولات افريقيا كان هيبقى فيه 5 بطولات سوبر عليهم. لكن العشرين بطولة للكابتن الخطيب مع النادي الاهلي قابلهم مع الكابتن فاروق جعفر 7 بطولات. 7 بطولات. كابتن فاروق خد 2 دوري 78 و 84، خد 3 كاس مصر 3 مرات 75 77 79، وخد افريقيا مرتين 84 و86. واعتقد فاكرين اعتراف الكابتن فاروق جعفر بعظمه لسانه، قال لك انا من ساعه لما لعبت لغايه لما بطلت في افريقيا ولا ضربه جزاء صحيحه في اللي اتحسبوا لي. يعني طبعا، وكان تصريح صريح منه جدا، اعترف فيه حتى مع كابتن مدحت شلبي وقعد يعدد الماتشات والوقائع اللي قدر يحصل فيها على ضربات الجزاء. ده الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق لما بيقول كده احنا بنقول لك الواقع الرقمي وحقيقه الانجاز. انت ليه بتقول نص البطولات مش نص البطولات؟ 20 ل7 20 ل7 ثلاث اضعاف. صحيح كابتن خطيب 20 بطوله، كابتن فاروق جعفر 7 بطولات. ده مش تقليلا من الكابتن فاروق على فكره، لو سالته كابتن الخطيب لا بس هتسمع منه كلام رائع جدا على كابتن فاروق طبعا. واحنا ده فاروق ده يعني صحيح يعني حتى كل لعيبه الكوره كان عارفين ان الراجل دماغه وقدراته وكان بيتحكم في رتم المباراه وكان حاجه هايله جدا. لكن انا عايز اقول الكابتن خطيب الكابتن فاروق قال انا 8 مرات احسن لاعب في مصر، يعني 8 مواسم هو لعب كم موسم. شوف هي يا استاذ بس يعني اصل لقب احسن لاعب، بس انا بقول لك على حاجه، لقب احسن لاعب لا يمكن تقدر تظبطه ولا بيتخصص. مين احسن لاعب السنه دي؟ طب مين احسن لاعب السنه اللي فاتت؟ هنفترض لا هو بيقول خد يعني كان في معيار ايه هو انت عايش دايما ابدا في هداف. انا بقول لك انا بناخد في هداف يا استاذ ابراهيم ما لعبش 10 سنين يعني هو الفتره اللي لعبها كابتن فاروق جعفر كم سنه؟ اصل برضه فاروق لحق الحرب لما وقفت يعني مشوار 10 12 تقاطع. سنه ما كانش حد بيلعب اكتر من كده صحيح 10 12 سنه بالكثير يعني مش هياخد منهم 8 في وجود كابتن حسن شحات، كابتن الاسطوره علي خليل علي خليل الكابتن حماد عبد اللطيف،
لا حماده بعد كده خالص، حماده استلم منه، استلم منه ماشي، ملوش علاقه بيه. كابتن لعب مع كابتن ابراهيم يوسف؟ اه طبعا كابتن ابراهيم يوسف طبعا. دول في الزمالك بس، شوف الاهلي بقى. معلش انا لعب مع اشرف قاسم شويه في الاخر، كابتن اشرف، كل دي لعيبه اترشحت لافضل لاعب في مصر. خد قدامه في النادي الاهلي بقى مين؟ كابتن الخطيب مختار، عبد العزيز عبد الشافي، عبد العزيز عبد الشافي، مصطفى عبده، محسن صالح، محسن صالح، طاهر الشيخ، يعني جمال عبد العظيم، شريف عبد المنعم، شريف عبد المنعم، يعني مجدي عبد الغني، طاهر ابو زيد، يعني لا طاهر بعد كده ولحق، لحق شويه. خد الانديه الثانيه، الكابتن علي خليل، الكابتن حمدي نوح، علي ابو جريشه، علي ابو جريشه، الكابتن حمدي نوح، الكابتن مسعد نور، اسامه يعني خليل، مسعد نور، اسامه خليل. طب ازاي بقى الثمانيه دول ما حدش خد من دول حاجه؟ طيب حفاظا على التاريخ، ده كابتن فاروق.